ده بعد المعركة شوفوا اللي حصل. أرسل عمر الخطاب بلال بن رباح إلى خالد الوليد تحقيق، يجري مع تحقيق شامل. راح خالع نقض عمامة خالد وربط رجليه بالعمامة كتفه. بلال بن رباح يروح لخالد ويكتفه بالعمة بتاعته ويبدأ يحقق معاه. انت يا خالد الشعر الفلاني اجالك وقال لك قصيدة كذا 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 فأعطيته 1000 درهم، من أين لك هذه الدراهم يا إلهي؟ والشعر الفلاني أتاك فأعطيته كم درهم، من أين لك هذه الدراهم؟ وبعدين بعد ما اتقفل التحقيق وثبت لخالد أنه بريء مما شنع عليه فيه، إن ذمة المالية بتاعته زي جنيه الذهب، قام إليه فالتزمه وقبل رأسه وفك قيده. قولوا لي بقى الصورة دي تبقى موجودة عند أي أم على وجه الأرض غير الصحابة؟ الصورة دي ممكن أن توجد عند أي أمة؟ لا يمكن. لا تجد مثل هذه الأخلاق الفاضلة إلا عند الصحابة. يبقى هو خالد بن الوليد لما كان قائد أدى، ولما نزل من القيادة ما قالش بقى لا والله يا ولاد 60 في 70 ما أنا شغل معاكم، ويطفش ويضرب بوز كده وبتاع، ما عملش الكلام ده، اشترك في القتال وراح مطبق الرسالة بتاعت عمر واستمر في المعركة لغاية لما أحرز النصر وراح متنازل من القيادة لمين؟ لعبيدة ابن الجراح. دي يا اخوانا الإسلام. يبقى رباهم على معرفة الدين، 2 محبة الدين، 3 حمل الدين، 4 نصرة الدين. سواء أنا جندي، أنا عامل، أنا فراش، أنا قائد، أنا رئيس، أنا ما يهمنيش. نحن لسنا طلاب رئاسة، وإنما نحن طلاب نصيحة وإصلاح.